الشاب بسيط كما الشباب كاملين، الحمد لله خريج من كلية الآداب قسم اللغة، سلوكه طيب، شاب سلوكه طيب، صلى المغرب هون، مرحبا، صلى المغرب هون في هذا المسجد اللي هو خاضع لأخته، وقال أعلنوا له يتحيد وأنه راجع العشاء كما العادة، راجع هون يتعشهون. وعقب ذاك ما رأينا عنه خبر، لين تفاجأت هي ناس ما تحدد الوقت، ما تحدد بالدقة ذيك، ولكن جاها تمتني جاها اتصال وقالوا له أنه ذا الأخ اللي قال له عبد الرحمن أنه في حادث، وأعلنهم يختاروا معلومات عنه، ربما عندي عن هالأسئلة تمحورت حول انتماء السياسي كذا، لا تنقرا في قراءة على أنه تقريبا ارتباطه السياسي، كانوا عنده ارتباط سياسي بالحركات تقريبا ممكن نقول الإسلامية، وما عنده ارتباط الشباب على بابه، وعاقب ذاك ارتحقوا بهم شور المستشفى، وكانوا له إجراءات ضح فيما بعد عن أنه مصاب بحروق بليغة وعمت كافة الجسد، ناسلك منه ما هو شوي درجة الثالثة، و 90% من الجسد مولي انحرق للأسف الشديد، وكانت تلقى فم علاج، وكانت فم إجراءات تهدف لعلاج في المغرب، تهدف العلاج في المغرب، هذا ما توصلنا به، وعدوا الإجراءات وكنا علينا يا الله نمشوا الساعة 7 صباحا، وكان من قضاء الله أن توفي الساعة 8:15، وجينا واستلمنا جثة مغطاة كاملة بوسمه ضمات بالكامل، ومشينا بشور المسجد وصلينا لي في ما فهم عنده نية على أنه يحرق رقم. أنا وعمته هون صورته قالت المادة المحترقة تحق محترق بالصانص والله وسمه، قال كذب كذب كذب. قلت له المرحوم، قلت له أنت قالوا أنك صاب بطرن وقاضي راسه قدام الرئاسة، قال لي كذب كذب. أعطيني الشرب كذب، سقيني أعطيني العافية بوب سقيني كذب، كررها 3 مرات. شفت شم اللي حروقه في كيف ذي الحال، شو هذا في القوايل كامل باد عليه، هذا باد عليه، باد عليه صار كذا، هذا باد عليه اللاب ذي الحال، وجهه اللاب ذي الحال، هذا غدا يوم الآخرة اللاب ذي الحال سالك هون طيب هون طيب هون طيب هون طيب. اسمع ها بعد قطعا هي قاعد يبرد، انا كان ذاك انها تلك ليله معانا لو عاقب المغرب.